السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ اليوم سنتعرف على قصة الإسراء والمعراج. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة يقول شيئا فشيئا للناس وهم لا يصدقونه، يقولون له وأنت تكذب وأنت تكذب. والرسول صلى الله عليه وسلم جلس حزين وجلس يصيح، وأرسل الله إليه دابة اسمها البراق، وطارت الدابة اللي اسمها البراق طارت بعد مسجد الأقصى، والتقيوا بسيدنا جبريل. راح السيد جبريل ورسوله صلى الله عليه وسلم راح فوق السماء وشاف الأصحاب وشاف الجنة وشاف كل شيء. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والدابة الذي اسمها البراق، رجعوا إلى المسجد الأقصى. وصلى رسول صلى الله عليه وسلم ورجع إلى مكة.